مرحبا، ان شاء الله تكونوا تمام. في فيديو اليوم راح نروح عدة اماكن نجرب فيها برجرات ونشوف مين الاحلى ونشوف طعمهم ونشوف ايش هي محتوياتهم وبس. والله يلا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا الفيديو ليش لحد الان ما اشتركتوا؟ يلا اشتركوا واعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو، واذا عجبكم كمان اعملوا شير في كل مكان، وخلونا يلا نبدا الفيديو. رجعت اشتريت الان من هيلفي، فخلونا نجرب ونشوف ايش داخل. شوفوا كيف تقلب علي، معلش ارتب. هذا هو من داخل. اوكي لحظه، الناس كلها بتتفرج هنا، ما في يعني ما اقدر اتحرك براحتي ابدا، الكل بيتفرج، فما راح اكل هنا، ما حبيت صراحه، راح اروح اكل في مكان ثاني. كيفكم؟ الجو مو طبيعي، ساونا مرة حار. مهم الآن خلونا نجرب. هذا من ماي برجر، اشتريت برجر وكمان شيبس بالجبنة. اوكي بما انه الجو جدا حار فخلونا ناكل بسرعة، انا راح شوي راح اختنق، عارفة بحالي. اوكي ماني ما قدرت انه هناك اصور، فجمعت كل البرجرات كذا على بعض وراح نجربها ورا بعض في هذا المكان. اوكي اول حاجة راح نجرب اللي من هيلفي، طبعا هو في هذا كذا من جوا، في شيبس معه طبعا عقمت ايديني عشان ما تقولوا ما عقمت. في دبل شو اسمه، ما فيهوش غير لحمه وجبنه فقط، ما فيش ولا اي اضافه، ما في لا خس، ما في شو اسمه طماطم ولا حاجه ولا حاجه. فخلونا نجرب. ايران مش بطل، كل مرة بيعملوا أحلى من كذا، فهذه المرة مش كثير حلو. جايب كمان شيبس. بعطي كم يا ربي، خلينا نقول 6 من 10، لأنه ما فيهوش أي إضافات. كمان خبزة ناشفة، فهذا الشيء أنا ما حبيته فيه، ناشفة وبعدين أذكر زمان كان في إضافات، بس صار أصلا أنا فترة منه ما بأكلش من البرجرات تبع برا. فننتقل اللي بعد. البرجر الثاني من محل ماي برجر، شوفوا هذا هو. أنا كنت حابة أشتري برجر بالدجاج، ولكن هم قالوا لي إنهم هم مشهورين برجر اللحم، فقلت أجرب من عندهم برجر اللحم، وأخذت برجر اللحم. وكمان سمعت إنهم كمان مشهورين بحاجة ثانية بس هم ما قالوا، بس هذا أنا أعرفها عنهم، بالشيبس بالجبنة، فأخذت كمان شيبس بالجبنة من عندهم. تعالوا أرويكم، شوفوا كيف شكله مشهي، أعشق الجبنة أنا. مرة حلو. خلي هنا
على فكرة أنا أسوي فيديوهات في السيارة بيضايق حبتين، أنا ما فيش مساحة، ما باخذ راحتي، فأوكي تجربة هي في الأول والأخير. حبيت بيغلفوا أول حاجة بيكيسوها بهذا، وبعدين بيغلفوه بالقصدير. أنا اليوم الأحرف طايرة مني مع الحر، اعذروني. اوكي هذا هو، ساخن لساته. ها اوكي، يمكن يحطوه في هذا علشان يحفظ درجة حرارته. اوكي شوفوا من جوا ايش منظر، مش لطيف. هنا بس شكل الجبنة سائلة، وفي خس، يعني في طماطم وخس. شوفوا شكله، يلا ندوق. اوكي كذا، على فكرة قطعة اللحمة كذا والخبزة كذا. يعني اللحمة اللي جوا اصغر من الخبزة اللي برا، يعني مش مستويات نفس بعض. ندوق. طعمه حلو، طعمه حلو مش بطال. هذا عشان التأكيد بس. بعطيه 8/10. نسيت أقول لكم إنه ما في شيبس، هذه بس مكونات بدون شيبس جاي. دوقي. اللي بيحب الجبنة راح يحبه، اللي ما بيحب الجبنة لا تاخذه. ماشي حالي. طيب ثالث واحد، واللي هو اشتريته من فين؟ انا انضرب مخي. ثالث واحد من ريال بروستر. شوفوا ايش مكونات البرجر اللي تبعهم. برجر، فاتورة، وكمان شطة وكاتشب واللذي منه، والشيبس اللي انستكب، وهذا الشيبس. اوكي خلونا نجرب البرجر اول حاجة. لونها اصفر، لون الخبزة لونها اصفر، تقريبا يحطوا لها كركم، مش عارفة، اللي يعرف يقول لي في الكومنتات. في خس وطماطم وجبنة، جبنة سائلة وجبنة جبنة مربعات. وفي شو اسمه، شكله مرة رهيب، برجر الدجاج. طبعا هذا برجر بالدجاج، شكله من جوا شوفوا كيف. اوكي تعالوا نجرب، باين عليه كريسبي. كيف نجرب؟ عشرة، لا عشرة رهيب. في الكريسبي هذه القرمشة الخشخشخش، بسيطة صح مش كثير، بس بسيطة لكن الطعمة فظيعة، جدا رهيب، مرة حلو. الشيبس تبعهم، جرب الشيبس، لا حلو. شيبسهم حلو، وكمان في الكريسبياية تبعه. انه بيخرمش حبتين بس حبوب، شيبس حبوب تبعه. كانت تجربة جدا حلوة وجدا رهيبة، والان راح لازم ننهي الفيديو لانه الوضع مش قادرة حتى اروح اماكن ثانية انه اشتري برجر جديد وكذا، او اشتري كمان برجر اجرب لانه جدا حار، فلازم الان اختم الفيديو. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستمتعتم فيه. قولي تحت في الكومنتات اذا عجبتكم هذه الفكرة وحابين اني اكررها واجرب حاجات ثانية، قولي لي تحت في الكومنتات. وبس والله وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم وانبسطتوا فيه، وانا اشوفكم في فيديو جديد. باي.